نشد الاستثمار مزيان، ما خيرك المدينة بها طاجة، ولكن ما نجيوش هنايا في الأخير ما تبقينا الأرض المحطة الطرقية 30 مليع. شنو استفدنا حنا من هاد الشركة ديال الخماسي واللي استثمرت فيها 90 مليع؟ استثمرت 70 حكينا 30. جات ستات واحد المجموعة ديال الباكيات لا حاسب ولا راقب باع الفنادق هي عاملة بلايك ديالها هي اللي كتفكري حقيقة الأخضر أنا عند المنطقة هي اللي بدات كتجمع المشاكل من تما وأنا في مبدأ حنا كنتحملوا المسؤولية بأننا حنا كمجلس حنا اللي رخصنا وحنا اللي جبنا وحنا اللي عملنا ولا حنا اللي فعلنا حنا كنقول لسي إبراهيم هاد البناية هادي هادي كمجلس المدينة مابقاتش كتلف باش يكون مجلس المدينة في هاد المكان هادي حيت غير حنايا في الأطباق المهم الأرض هاد السيدة راه عارف فينا خير تنوقفوا فيها لا الطبيعي واللي هاد البناية طلع لنا هنايا وهاد البناية طلع لنا منين وهاد البناية منين حنا كنطلبوا السي إبراهيم على المشروع ديال المحطة الطرقية يتم التوقيت ديالو والمراجعة ديال ديك التفويتات كيف تفوت ديك الأرض على الأقل في الفونداسيون اللي خرجنا على الأقل كون حنا مجلس المدينة في المستوى وكيفاش بالنسبة للمصاريف حنا هضرنا عليها عندنا مشكل ديال النظافة هذا مشكل حقيقي خصنا نتقبلوه وخصنا نتحملوا فيه المسؤولية متكاملة لا أغلبية ولا معارضة ماشي كينتقدونا الإخوة بالعكس كيوجهونا إلى الطريق الصحيح عندنا مشكل ديال النظافة الشركة عطينا الفلوس عطينا الإمكانية ولكن عمرو السيد الرئيس من عاد من بعد وهدرنا ما دام الآخر كيجيري ماشي النائب المكلف الموظف المكلف عن هذا التحدي وهدرنا وتناقشنا ما يمكنش واحد السيد يكون عنده موظف معايا في الإدارة اللي ما كيتميزش الحق ديالي ويتواضع مع شركة معينة ويكون شكون ما بغيتو حنا فاتي دابا في البداية عاد نبداو في النقاش بالنسبة لإنا رغم مية عندنا مشكل عندنا مشكل الإخوان راه تكلموا على أساسين في راسك أنا من دائما كنقول بس نرشدوا لنا فقط في إنا رغم مية خصنا نزلوا في راسك كاين اليوم الطاقة المتجددة كاين اللوحات الشمسية كاين المجموعة الحوايج كتبدا في الإنارة احنا نشاهدوا شو نسلفوا كريديتي نعملوا برامج ونوجدوا مجموع الفلوس ونوجدوا الفلوس ما عندناش فلوس ما عندنا نديروا لأن مشكلة في الإنارة العمومية تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.